خش يا امين. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اقعد يا حبيبتي. عامله ايه في المدرسه النهارده؟ جت سرقت تكلمني، ما كلمتهاش. عين العقل. عاوزاني اطلع معاهم الرحله. رحله ايه وكلام فاضي ايه؟ الحاجات دي ممنوعات. لو سمحت تحللي من الحلفان علشان اصالح سناء ورحمه ماما عليك. عشان الحلفان صومي 3 ايام كفاره، واديكي هتكسبي ثواب الصوم والرحله ورحمه ماما عندك. انا قايم اعمل لكم قرفه. كلمها يا جد يا ابني، عقلها، فطنها. حاضر يا عم. عن اذنكم. عاوزة تروح الرحلة ضروري؟ أصل كل أصحابي هيروحوا الرحلة ما عدا أنا. كلم بابا يا أستاذ جاد الحق علشان أروح الرحلة. طب قوليلي جاد بس من غير أستاذ، ها؟ جاد وأنا هكلمه. قوليلي جاد يا أمينة. جاد كلم بابا علشان أروح الرحلة. أنا مش هكلمه، أنا لازم أخليه يوديك الرحلة.